انا بفرضح لك الفرق بين اللي يقرا افكار الصفحه المسوى اللي ما يقراها. يقول بالمثال يتضح او المقال شو ماشي المقال ينتظر المثال اي هو نفسه او عكسه الظاهر. اي نعم ما ادري عاد اللي اهم شيء انه وصلت ما يقرا افكار الصباح المساء زين يقرا افكار الصباح المساء جاء شيء البالونة؟ ما جاء شيء ما جاء شيء هذا درع وقاية لك حصن أذكار صباح المساء. النبي عليه الصلاة والسلام عن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا قرأتها نزلت منزل على سبيل المثال قال لا يضرك شيء حتى ترتحل ما قال لا يمسك يمكن يمسك لكن ما يضرك ما يضرك وين يمسك شفت شلون هذا فرق بين اللي يقرأ أذكار الصباح المساء اللي ما يقرأها. حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن خبيب في سنن أبي داود والترمذي قال عن قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وسورة الإخلاص تقرأها 3 مرات صباح ومساء لا يضرك شيء. شفت شلون فائدة أذكار الصباح والمساء؟ شوف شلون خلي لك درع خلي لك حصن خلي لك وقاية احفظ الله يحفظك. إنسان يطلع يروح منتزهات يروح حدائق يروح مناسبات ما عنده درع ما عنده وقاية ما عنده حصن تتلقف شياطين الإنس والجن الحسد السحر المس احفظ الله يحفظك. في واحد يقول لي انت قاري على البلونة عشان كذا ما فقعت. لا ما هو بالدرجة عدي حاطن فيها موية شفتها تنخض هذا شيء فيزيائي ايش عرفكم انتم بعض الناس فيزياء اشرح لكم يوم من الايام ان شاء الله باذن الله فيزياء. متى اذكر الصباح المساء؟ المساء بعد صلاة العصر الصباح بعد صلاة الفجر.